رح يجتمع اليوم عدد كبير من الشخصيات المهمة بأكبر تنظيم مساعدات عمل بالسنين الأخيرة، ورح يكون شعار هذا الحملة. المهم بالنسبة إلنا، بدنا شعار عصري 2000 سيدة و2000 حياة جديدة مثلا، باعتبار رح ندعم 2000 سيدة حتى ينضموا للحياة العملية. سجلته عندي. تفقدتوا كل التدابير الأمنية بالمكان؟ مرتين. خليهم ثلاثة. ماشي، شكرا لك. أهلا. صحة وهنا. شكراً لك على قلبك. انتبهوا يا شباب، يلا سليم روح مع الشباب بلا ما يخربوا اللوحات. يلا حبيبي. حبيبتي. شو عم تعمل هون؟ أبوكي طلب مني اهتم بالأسار يلي رح تنحط بالمزاد. هالمكان كتير حلو. استنى لحتى تشوفه المسا رح يطلع بيعقل. شبعت ماما. برافو عليك. خلص بقى خليها تفوت على البيت تبعها. فينا نخليها عنا على طول؟ أبوكي ما رح يوافق على هالشي يا حلوة. طيب من ربيها بدون ما يعرف بابا. رح تتركيني مثل ما تركتها أما لهي القطة؟ أكيد لا أبدا، مستحيل اتركك ماما. بحبك كتير ماما. وانا بحبك يا روحي. شو عم تعملوا هون؟ بابا لقينا هاي القطة عند الحاوية، اما تركتها هون وراحت، فينا نخليها عنا لحتى ترجع اما؟ اذا كان بدك. ايه بابا يا ريت. حبيبتي معلش تتركينا لحالنا أنا وأمك. يا روحي سبقيني أنت وأنا هلأ بلحقك. ما بتعرفي أني ما بحب الحيوانات جيمري؟ هلأ أنا قلت لها ترميها برا. طيب اليوم نحن ورايحين. ما بدي كرر كلامي، مفهوم؟ تمام تمام. دواك أعمل. عم تضطريني أعملك بهالطريقة، ليش مانك عم تاخدي أدويتك؟ لأنه مو أنا المريضة. إجت رؤيا، رح تاخد رخصة المحاماة وتروح، ما بدي أسمع صوتك بنوب. إذا بتفكري تعملي أي شيء قدامها صدقيني وقتها رح طالع جونيش برات البلد. خطيطة بتضل برقبتك، عم تفهمي؟ تمام فهمت، خلاص فهمت. <تص->
شلبي بيك، مرحبا. شو بوشك؟ ولا شيء، طرقت بالباب. لا تكذب علي، ممكن؟ شو بدك قلك؟ مو طالع معي الحكي. جيمري ما أخذت الأدوية تبعها، فهي النتيجة. انسي، تفضلي معي. خديني القون، هاي الأغراض لشيشك، حطيهم بالمطبخ، أنا جاية. تفضل. وأخيراً. إيه هيك ها، حسيتك صرت أحسن وقت ضحكت. إيه، وبظن رح أقدر روح على الحفلة. لا بابا، مو لهي الدرجة. عن إذنك شوي رويا. ها حبيبتي، أنت طالبي مبلغ من عنا من الشركة كبير شوي، واتصلوا ليسألوني. صح، جبت فيه هدية عرس لشيشك بابا. بس هالمبلغ كبير على العاملة مو؟ بابا لما إجت لعنا كان عمرها 12 سنة، يعني فيك تعتبر إنه نحن عم نعطيها مكافأة على خدمتها. بس رويا لا تخجلني بابا، لو سمحت لا تخجلني. تمام. آه، شكراً كتير بابا. تمام، عندي كتير شغل ولازم روح. بدك شي؟ لا سلامتك. يا الله شو هاد؟ نيلغون متأكدة إن قالت لك هدول إلي؟ طبعاً يا بنتي، وهلأ بتتأكدي؟ مزبوط، جربيهم خليني شوف. ما فيني هلأ، عندي شغل. أنا بشتغل عنك. نيلغون تركيا، هي عم تدور على حجة لتهرب. الحقيقة علي بيتضايق كتير وقت بروح بحضر هيك حفلات. يعني ما عاد تروحي معي مكان بعد ما تتزوجي؟ أنا مو مبسوطة بهالحكي أبداً. تعرفي شو بيقول الشاعر؟ حسب نبرة صوتك ما بيقول شي منيح، هيك شكله. ليش كل واحد بيحب بيحكم على حاله أنه يندفن بالحياة؟ ببساطة لأنه نحن لازم نضحي كرمال الحب. بس تحبي بتعرفي شو معنى كلامي كله؟ أكيد رح يتغير كل تفكيري. أنا بعمل اللي بدي إياه. وما رح تخلي حبيبك يتدخل فيكي أبدا؟ أكيد ما رح أسمح له. يلا شيشو تعي، وبلا ما نكتر حكي، بسرعة ولا تناقشي. أنا شو بعمل لو ما كنتي بحياتي؟ ليش لوين رايحة؟ بس أنا بعد ما أتزوج ما رح أبقى هون بتعرفي. خلص عندي، ما رح خليكي تروحي لمكان. كيف؟ مفاجأة، صح لك وفر رح يجي بعد ساعة، ورح نطلع شي ساعة 6. على أساس مو رايحة على الحفل معهم؟ رويا أصرت إني روح معه، شو بعمل؟ شو مخبي وراك؟ منيح انتبهتي، عن جد ما بعرف وين عقلك. لا شكراً إليك. ورجيني. بعد ساعة انتبهت. كيف هيك؟ علي؟ لك علي بيبكي بيروحه. يا حبيبة قلبي بحبك. عن جد ماني عم صدق، يعني صار عنا بيت ولا شو علي؟ وفي حديقة كبيرة كلها شجر بردقان. عم تحكي عن جد؟ ايه، رح نتزوج بسبعة الشهر ورح نروح ننام ببيتنا الجديد يا حلوة. طبعاً إذا قدرنا ننام. شو صار لك؟ خلص ولا بلا ما حدا يشوفنا وننفضح. أوف منك. ليك يا حبيبتي، قلي لي للست رويا أنه بدنا ننتقل على إنطاليا أحسن، مشان ما تقول شو هذا القرار المفاجئ. ها؟ تمام خلص بخبرها، بس مو اليوم. أولويتنا نأدي رسالتنا وننهي معاناة آلاف الستات، ومثل ما كلنا منعرف إنه المرأة نصف المجتمع،
في أي امرأة عاجزة. أنا هلأ ماني واقف وعم خاطبكن بصفتي رئيس بلديتكن السابق، أنا عم خاطبكن بصفتي رجل قانون بآمن بمبدأ العدالة. أكيد نحن كلنا منعرف إنه المرأة إلى حقوق وما نعم تتأخذ، بس ما رح نستسلم، ومكتب كايابيلي للحقوق رح يضل يدافع عن حقوق المرأة، وهذا نضالنا، هدفه منع العنف تجاه أي امرأة حتى نوصل للسلم الاجتماعي. تفضلي يا خانم. جامري خانم. خلاص ولا يهمك، تركيها مكانة، تفضلي. شكرا لك. رح كون صريح معك جمري خانم، ما فيني كون المحامي تبعك. ليش؟ هلأ فهمت ليش ما حدا عم بيقبل يستلم القضية تبعك. مزبوط، لأنهم بيخافوا من زوجي. لأنهم بيعرفوا كل التفاصيل. الواضح يا مدام إنه العلاج النفسي تبعك لساته مستمر. شلبي خبرك بهالشي؟ وإلا من وين كنت رح تجيب هيك معلومة؟ هاي التقارير وهي المعلومات مزيفة؟ لا قصدي ايه، تشخيص مو صحيح. بصراحة أنا إلي فترة كم سنة عم أخذ أدوية تقيلة بسببه، وصدقني يا أستاذ شلبي عم يقنع الكل إني مريضة نفسية وإني بحاجة علاج نفسي ومراقبة. لكي جمري خانم، أنا كتير متمني صدق الشي اللي عم تقولي. إيه؟ بس معقول يكونوا الكل كذابين إلا أنتي؟ بكل مرة تركتي فيها العلاج من نصه عملتي كتير مشاكل. جيمري خانم، يا ريت تقولي لي عم تاخدي الأدوية تبعك؟ أنا مو مريضة، تمام؟ لساته عقلي براسي. ليكي هلأ أنت بحقلك ترفعي دعوة طلاق. إيه؟ بس مستحيل، ما في قاضي رح يقبل يعطيكي وصاية بنتك من زوجك ولا بأي شكل. بالظروف اللي عايشة فيها هذا الشيء مستحيل. شو هو المستحيل اللي؟ ليش مستحيل؟ اهدي لو سمحتي، ولا واحد منكم قبلان يسمعني، كأنكم طرشان وبتصيروا عميان لما يتعلق الموضوع بمرأة عم تطالب بحقوقها. تعرف شو هو الشيء المستحيل؟ تمر الظروف يلي عشت فيها على أي بني آدم تاني ويضلوا عايش، يضل عم يدور على حدا ياخد له حقه مع أنه ما حدا مصدقه بهالدنيا، لا المحامي ولا الشرطي ولا الدكتور ولا القرايبين، ما حدا مصدقني. ايه ولا حدا حابب يشوف الحقيقة. انتوا على طول بتوقفوا مع القوي، وعدالتكم ما بتتطبق على الرجال. عفوا معلش تهدي شوي. ليك شوف شوف، شايف الاثار؟ شايفن ولا لا؟ لا دير وشك اللي شايفن ولا لا. طلع، على فكرة اذا ما طلعت ما رح يخطفوا. طلع. مانك شايف الوضع اللي وصلت له؟ بنصحك تجيبي تقرير طبي إذا كان فعلا زوجك هو المسبب. كلامك صحيح. كلكن أزيتوني، الله ينتقم منكن. بكل مرة بتجربوا تنكروا فيها الحقيقة نحن منموت، بس أنا رح عيش غصب عن الكل وما رح موت. أنا بوعدكن إنكم ما رح تقدروا علي.
يلا حبيبتي نروح على البيت. ليش لسه ما استسلمتي؟ راح تاخدي ادويتك بالوقت المحدد وما بدي مشاكل جمري. هذا اخر تحذير، اذا بتلعبي بديلك بوعدك حطك بالمصح وبحياتك ما بتشوفي بنتك. جهزت التياب والإكسسوار مشان حفلة المساء. لا تنسي بدك تنوبي عني، والعلامات اللي على جسمك بتخبيها بالمكياج. ايه شو عندكم؟ باص زيد. وهي 500. نزل. حظ أوفر إخواتي. يلا دوامي المساء أنا رايح. لسه ما لعبنا لوين؟ منلعب بوقت تاني. بشوفكم. خدو. شرف خود المربح تبعك. شكراً لك. أهلين. 50 و25 صاروا 25. استعجل شوي أخي حسن، هلا وقت حساباتك. طيب طيب بس خليني أجمعهم بالأول. خلاص خلاص ما في داعي تجمع شي، خود ألمك. يسلموا. الله يرزقك. وإذا حدا سألني؟ نفس الشخص، رؤوف بيك، رؤوف أون. مين هاد رؤوف أون؟ والله ما بعرفه بس هو حدا منيح. بدك شي؟ لا. شوفك. صدمني. شو رأيك نرسم ماما جيمري وهي لابسة الفستان تبعها وتكون فاردة شعراتها؟ تكرم عينك. تمام. ولابسة طاقية كمان. طاقية؟ مو حلو. تكرمي. غونيش، حابة تروحي على مكان مثل هذا معي؟ طيب وبابا؟ أنا وإنتي بس. بروح ماما وبلا ما نرجع لهون أبداً. بدي تنطريني اليوم المساء بعد العشاء، يعني تقريباً على الساعة 8:30. وبعدين؟ أبوكي رح يروح على أنقرة وأنا رح روح على الحفلة، وبس يفكروا الكل إني هنيك رح إجي لهون وأخذك، ومنهرب بلا ما يشوفنا حدا من الحرس. تمام؟ تمام. خلينا نجهز حالنا هلا. طيب.
ايه اكيد رح يكون في حرس على الباب. لا تبالغي تمام؟ بس قلي لي ليش لحتى يزعجونا؟ هدول شغلتهم بس يساعدونا. أنا نقيت هالفستان، شو رأيك فيه؟ فعلاً القالب غالب، عن جد كتير حلوة. يعني بفهم من كلامك إنه عجبك؟ يلا طلعي يلا. ساعة وبكون هنيك، تمام؟ ماشي بشوفك، باي. قديش طلع في عالم خايفة قال لأنهم ما بيعرفوا للمكان، صار جاييني شي 50 تليفون. يعني على أساس أنتي زعلانة؟ حابة كتير أعمل شي مانو تقليدي. قربي. شو ضيعت الطريق علي؟ لا بس على الأوتوستراد في زحمة رويا خانم، فأجيت من هون، ليكن قربنا نوصل. هالمكان حلو للتصوير فعلا. لا تبالغ علي، هالمناطق خطيرة رويا خانم، وأنا عملت اللازم. خلص لا تخوفنا علي. اعطيني الطابة، اعطيني الطابة. قلي لوين رايح وانت متطقم ومظبط حالك ابني؟ رايح تخطب يعني؟ معقول روح اخطب بدون ما اخدك معي؟ لكن لوين رايح؟ اخي ربح باليا نصيب وعاملين له حفلة، هاي هي كل القصة. اخي ايه؟ معك ليرة يا اخي؟ رايح اشتغل بدالي افوز، شو بدك بالليرة؟ وفي ناس مشهورة؟ ايه بدي اشتري بوزة. ليش ضل في بوزة بليرة؟ ايه في صغيرة اخي. لا 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 تشتري الصغيرة، خود وجيب واحدة كبيرة لشوف. يلا روح من وشي. اذا كان في مشاهير لا تنسى تصور لي اياهم لو سمحت. رح خليهم يكتبوا اسمك ويوقعوا لك كمان. ارتعبت؟ شو مالك شايف؟ ها مهلك علي، ما لنا مستعجلين شباب. لك طلعوا فجأة قدامي، حدا صار له شي؟ لا ما صار لنا شي. انتو مناح؟ ايه اخي. يلا روحوا. امشوا انزل لشوف. لا لا تفتحوا. لا خليه يفتحوا علي بالرواق. نزل الشباك شوي. شو بدك؟ مانك شايف الولاد بالشارع يعني؟ سوء على مهلة، طلعوا لي فجأة. هدول بيضلوا ولاد، لازم تنتبه. نعتذر، فعلا انت معك حق، ما تواخذنا. انتبه لأنه هدول ولاده ممكن يتحركوا بأي لحظة. علي إذا خلص النصايح تبعه امشي. ابقى انتبه بس تكمل طريقة مشانك يا حلوة. حرك. الحمد لله مريت على خير.
اجت رؤيا خانم يا جماعة، خليكم جاهزين. جيب الكاميرا والحقني بسرعة. يلا أنا جاهز. أهلا وسهلا يا خانم. نورتي رؤيا خانم، فينا ناخذ منك كلمتين؟ شو هالإطلالة الحلوة؟ مرحبا. إطلالتك بتاخذ العقل، بس بدنا منك كلمتين. ما بتصدقي قديش أنا بحبك يا روحي. ورح تضلي تحبني هيك كل العمر؟ ما بعرف، إذا ضليتي حلوة هيك أكيد. ما أغلظك. فينا نعرف انه هذا اول شيء لدعم النساء ورح تجمعوا تبرعات؟ اكيد، واللي رح يصير اليوم رح يكون شيء رائع. شكرا لك. ما فيكم تتركوا بعض ولا ثانيه؟ الحب هو يلي بيحكم. شو دعم؟ اهلا رؤيا خانم. اهلا وسهلا حبيبتي. انا اللي حاسسته مفتوح كتير مو علي. ايه صح صدقتك. يا الله تخلي هالبنت تحبها او تشمتني فيها مثل ما عم تعمل يا رب. بفهم منك رح تشمتي فيني. ايه خدي راحتك، انا بعرف امتى برد لك اياها. شايفتي لاسكندر؟ طلعي ليكو. عن إذنكم. بس شفتي تجمع بنات بتلاقي بيناتهم. حبيبتي أهلا وسهلا. طلع حلوة كتير. متشكرة كلك زوج. أهلا وسهلا. ألو؟ أنا بالطيارة، دقيت لك بس لأسمع صوتك. وبعدين؟ شو طلعتي؟ ما خبروك حراس سجنك؟ بشوفك بكرة. كم واحد بعتت على الحفلة؟ بعتت 3 رجال يراقبوا الست جامري بدون ما تعرف. أخذت جوازات سفر ومصاري من الخزنة. أنا رتبت إجراءات المصح. أي مصح؟ يلي اخترته السنة الماضية برات المدينة، مكان هادئ وآمن مثل ما خططنا. جمري خانم بس تخطف بنتك الشرطة رح تمسكها بالمطار، ومن عندهم رح تتحول على المصح. ممتاز. أوه عمر أفندي، أهلا وسهلا. شو انت ضيف الشرف لحتى جاي متأخر هيك؟ اختصر وقلي شو بدك ابني. لا تحكي هيك هون، بتقلي سليم بيك. ما أنا بالحارة يا عمر، أنا المدير هون. طيب سليم بيك. يا عيني عليك. ماشي، بس فيني اقول لك شغلة؟ ايه. خود شوف لي هالطلبية. كتير حابب اضربك. رح أجلها لبعدين. يلا خود هالدورة بسرعة بسرعة. يلا يلا بسرعة بسرعة. لك بسرعة شوي، شو عم تسوي؟ يلا تأخرنا بسرعة. يلا يلا مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا. مرحبا. هلا كيفكم؟ أهلا وسهلا. أهلين. عجبتك؟ لكي قديش حلوة. رح نشتريها. بعتوا الفاتورة على الشركة. شو قصتك أنت؟ عن جد ما عاد استرجي أحكي قدامك شي. بدك غلف لك ياها؟ لا يسلموا، شكرا لك. يا بنات مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. شو كل هالعجقة؟ اليوم رح نجمع كتير مساعدات. مين هذا الحلو؟ هاد حبيب قلبي ورفيقي. من زمان ما شفنا بعض، كيفك أطلس؟ اضطريت إني جيبه معي. تمام. حبيبي؟ في حلويات طيبة هون، شو رأيك نجربها؟ بس ما رح تكتر ماشي ماما؟ طيب يلا أطلس. حبيبي تكره. شكراً. شو القصة؟ ليش جبتي معك؟ بولان تتصل. مو على أساس بنيور؟ هيك على أساس، بس رح يجي بعد أسبوعين. وطلع صار يبكي وقت اللي عرف. ما قدرت سكته. عفواً. أكيد خلص كل مصاري معه. هذا هو همه الوحيد أساساً. لا تزعلي بتخلصي منه. إن شاء الله. وصلوا جهزوا حالك، جهز الكاميرا بسرعة. تعال خليكم ما توقفوا، لازم تتابعوها. خليكم معي، صور بسرعة. شكرا. أهلا وسهلا فيك. شو رأيك بالحفلة؟ شو رأيك بالحفلة هون؟ شو رأيك؟ ولا أنت معزومة من المعازيم؟ ماما إذا بتريدي. يعطيكم العافية. ليك هالمكان قديش حلو. تعال خلينا نشوف وين حاطين الحلويات. ها ليك. اها تعا لقيناه هون.
مبينين طيبين هالحلويات. بتحب فطيرة ماكرون؟ بأي نوع بدك تبلش؟ تعاود هون خلينا نبلش بفطيرة ماكرون. يلا يا حلو. أهلين جيمري خانو. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. نورتي يا خانو. مساء الخير. مبروك رويا، تعذبت لحتى وصلت. أهلين جيمري. أهلين فيك. يعني ما حبيتي؟ يعني بس ضيق وصغير شوي، ما هي؟ مو مبين هيك. وينو شلبي؟ راح على أنقرة. اختنقت من أول ما فتت لهون. إله مخرج تاني المكان؟ لا. طيب يلا مو مشكلة، بشوفكم. ايه أوكي. شو قصة اليوم؟ جايتها نوبة يعني؟ سمعت إنه وقفت الدواء تبعها مرة تانية؟ بتحبي تشربي شي؟ انتبه على مشيتك انت وحامل الكاسات. انت يلي تحركتي فجأة. انت بحفلة، يعني بأي لحظة ممكن يتحركوا الناس مشان ما تصير شي حادثة. شكلك حافظة الكلام يلي قلتلكن اياه اليوم منيح. انتو بتعرفوا بعضكم؟ التقينا بالصدفة. استنى شوي، وين البطاقة تبعك؟ إذا مشان اسمي بقلك يا فورا. سألتك عن البطاقة. بالإذن منكم. سهرة. كأنك عجبتيه مو هيك؟ شو هالحكي هاد؟ لكن ليش عم يحكيك؟ لأنه شكله صاحب مشاكل، فقلت خليني نبهه. مين؟ لا لا ما في شي. شكرا. يسلموا. شو هاد؟ ما صار شيء، خلص مشي الحال. شو بو هاد؟ لا تواخذوني أماني. مو مشكلة، حصل مكان فوق. يا بيك يلا بسيطة، ما صار شيء. يلا نظف المكان بسرعة، يعني إنك واحد فاشل. خلصني استعجل عمر. يلا يلا يا غبي، ضب لسانك. شو قصتك؟ إذا مانك محترم للرجال احترم، بس إنه في ستات. اشتغل شغلك على السكت. ضروري تعمل هالأفلام؟ لازم تحترم إنه في ستات وأكابر هون. بدك تعلمني الاحترام يعني؟ انت واحد قليل ذوق. سليم، ما بدي اشوف حدا ما فيه يحترم الناس هون. حقك علينا يا هيك. خود. سليم، قل لي يا بيك. ما قلت لك انت بتختار هدول الموظفين؟ وطلبت منك يكونوا مزوقين ويحترموا الناس الموجودين بالحفلة. امرك هلا بلا. وشو بيضمن لك ما يعمل مشكلة؟ خلص بوعدك حل الموضوع. اسمعني سليم، من هاي اللحظة اذا بيرجع بتكرر مثل هيك موقف او بتصير مشكلة تانية حتى لو كانت صغيرة، صدقني وقتها. نعم؟ كله تمام شلبي بيك. جيمري خانم لساتها جوا. طيب إذا استجد أي شيء بتخبرني. ماشي يا بيك، تمام. مشغول. خلص اسمعني، ينتشر الخبر على المواقع مثل ما قلت لك، لا تعذبني. تمام، روح بحكيك بعدين. هاي حرامي، وقف. هاي إلي.
وقف يا حقير. وقف. لك وقف. شو عم بيصير؟ والله مو ناقصني مصايب. بدك تضل هون. افتح الباب ولك. بدك تضل هون لتخلص الحفلة وأنا بعدين بشوف شغلي. افتح الباب يا حقير افتحه. سليم طالعني من هون. هذا اللي عم يصرخ جوا. لو شو ما صار ما حدا بيضعف وبيطالعه. عم تفهموا؟ تمام سليم. حاضر سليم بيه. سليم ما في شبكة. شو ساوي هلا؟ طالعوني من هون. لك ألو. يا الله ليش هيك عم يصير معي؟ ليش هيك حظي أنا؟ صار لك شيء؟ سرق لي الشنطة كتير ضروري رجعها. تمام. ليلي شو القصة؟ جامري كايا بيلي عم تطلع من شباك الحمام بدل ما تطلع من الباب. شو السبب؟ ما أنا شغلتك. خليك بحالك. هاي هي شغلتي مدام. صحيح اسمي أوزان وأنا صحفي. ايه ما بيهمني. ماشي. انت لازم تروحي على صيدلية أو شي مشفى. ما معي وقت. لازم لاقي الشنطة. ايه منلاقيها. بسيطة. وبعدين مع وبعدين مع ليش هيك عملت؟ ايه اخوك اوزان ما بدك تصير زلمه؟ روق شوي علي. ما عملت شيء. خلاص هات تروك. لا تاخذها. استغفر الله. اخي اول مره بحياتي بشوف كل هالمصاري. شكلها سارقتها من شي حدا. ما شفت هالمبالغ الكبيره وكانت عم تهرب من الشباك. اكيد سرقتهم من حدا. رح نتحاسب بس ارجع. خليك ناطرني. لو سمحتي جامري خانم. قلتك فيني لاقي تاكسي هون؟ إذا قلتي لي من مين هربانة رح ساعدك. وقف لي تاكسي لو سمحت. ريتو صحة وهنا. يلا حاجة منروح لعند ماما. شو يا روحي؟ تعا 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 أمنزل. شو هاد؟ بسرعة بسرعة جيبوا الطفاية بسرعة. يلا يا شباب وين الطفاية؟ بسرعة بسرعة. ما في داعي تخافوا أبدا يا أنسي. رح نطفيه. اطلعوا لفوق. يلا بسرعة 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 اطلعوا من هون. يلا بسرعة يا جماعة اطلعوا من هون كلكم. شو هالأصوات هي؟ في حريق بتصير. شو عم بيصير فوق؟ هي أي شيء. مو معقول هيك. لازم تتصرفوا بسرعة. اطلعوا لفوق. يلا بسرعة. يلا بسرعة. سمعت الصوت؟ ولا شيء. ما في شيء. خبر رؤيا خانم انه لازم نخلي المكان. تمام تمام بس انت اهدي شوي ولا تخوفي الناس. رح حل القصة. ايه تمام بس خبر رؤيا خانم فورا. ايه خلص ماشي ولا يهمك.
حبيبي، خلينا نشم هوا نظيف. عفوا، أنا بعتذر. عفوا عفوا. ألو، معك الإطفاء. ألو ألو، مرحبا، أنا عم أحكي من أبو يدي كولي. تمام، شو صاير معك؟ ايه، صار انفجار كبير هون. شو نوع الانفجار؟ ما بعرف، بس الدخنة عبت المكان كله عندي. بيدي كله صح؟ ايه بالضبط اخي. يعني بالصالة نفسها؟ بالصالة مزبوط. ايه يلا جايين لعندك. تمام. هاي لك يا ناس. علي علي، خلي اطلس معك دقيقة. شو في؟ صارت مشكلة جوا ولازم لاقي رويا. طيب اتصلي فيها. ما في شبكة هون. استناني هون. تمام، رح لاقي امك وخليها تجي. خليك هون معي. فيك تخلي لي هي معك؟ شكرا حبيبي، يلا ما بطول. حبيبتي راجع فورا. آسفة، بعتذر منكن. عفوا. ما عم تنطفي، لازم تطلع بسرعة. يا شباب بسرعة وجيبوا الطفاية. شو عم نهار؟ اهدوا، أنا المسؤول عن هالمكان وما رح أسمح لحدا يطلع. ما بدي تصير فوضى بالحفلة، رح أشوف الوضع وارجع. اهدوا بلا صوت، راجع فورا. شمال شمال. أطلس وين؟ برا، خليته مع علي. ليش خايف؟ اهدي، لا تخافي عليه، هو كتير منيح. بس صارت مشكلة بالمطبخ، اطلعي لعند ابنك، لا تضلي هون. ايه ششك، عن إذنكم. إذنك معك. لك ساعدوني. رؤيا رؤيا، لازم نطلع من هون فورا. ليش؟ شوفي بإيدي. تمام، ما تخافوا، أنا هون معكم. يلا تحركوا، لا توقفوا، خلونا نطلع برا. ليش واقفين؟ تحركوا يلا، امشوا. شو عملت يا حيوان؟ لك هلا رؤيا، دعي امشي، لا توقفي، خليكي وراي، دعي. تحركوا، ليش واقفين؟ بعدولي هيك، بدي شوفك. يلا بسرعة، يلا تحركوا، ليش واقفين؟ يلا بسرعة بعدين.
الله.